البطولة الدولية الثامنة جمعية القناص القطرية، وبعد تأهل 15 سلق على النهائي. اليوم الختامي يوم الإثارة، والفال توفيق للجميع إن شاء الله. القناص القطريه 2017 ورقم 2 رقم 7 السلوقي انذار ملك فريق الوعب، والسلوقي 3 55 ملك منصور حسان الكواري. الف مبروك لهذه السلقان المتاهله. والصلاة والسلام على رسول الله، نيابة عن رئيس جمعية القناص القطرية السيد علي بن خاتم المحشادي، أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع المشاركين في هذه البطولة، بطولة جمعية القناص الدولية الثامنة لهدد السلوقي 2017. كما نتقدم بالشكر الجزيل للجنة هدد السلوقي على التنظيم المميز وعلى الجهود اللي بذلوها في هذه الأيام في التصفيات وفي نهائي هذه البطولة. والآن يتفضل السيد حمد بن سعد نعيمي على توزيع الجوائز للفائزين الخمسة الأوائل. راح نبتدي بالفائز المركز الخامس الضيخ الدلخ ملك محمد شفيع محمد، ألف مبروك. المركز الرابع طموح ملك فريق الوعد.
المركز الثالث 55 ملك منصور حسان التواري. المركز الثاني انذار ملك فريق الوعب. أما بطلة بطولة جمعية القناص الدولية الثامنة لهدد السلوقي فهي من نصيب السلقة مدريد ملك أخونا ناصر عبيد الكتبي من دولة الإمارات العربية المتحدة. مجهود طيب في هذه السلقة وطبعا إنجاز من غير منافس، والكل شاهد هذا المنافس هذه المنافسة في هذا الشوط. ألف مبروك للفائزين وحظ أوفر للبقية. صورة جماعية يا شباب، تكرمتوا.